فالعاقبة بعد هذا قال ادخلوها بسلام الجنة. هذا شأن من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. ادخلوها بسلام يعني جنة، يعني بسلام دائم، هي دار السلام، وأهلها يدخلونها بسلام، يعني يدخلونها آمنين من الموت والأمراض والأكدار وغير ذلك مما يكرهون، كما قال عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفوز العظيم. فذكر الأمن في موضعين، إن المتقي في مقام أمين، فالجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نقص، بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والحرة والسرور، وأهلها كذلك يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون من يعني الأمراض والأكدار وسائر ما يؤذي في الدنيا. وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يشغلهم عن الله وأدوا في هذا الوقت حق الله وخزنوا فيه الخير وتباعدوا عن الشر. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة ينادي مناد يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حال أهل الجنة، صحة وحياة طيبة ونعيم دائم وشباب دائم، لا هرم ولا شيخوخة، كلهم رجالهم ونساؤهم في شباب دائم وصحة دائمة وحياة طيبة أمينة وفي دار كريمة أبد الآباد. ولهذا قال بعد سبحانه ذلك يوم الخلود، يوم البقاء الدائم، لهم ما يشاءون فيها يعني من النعيم ولدينا مزيد مما يظنون ومما يتوهمون، يعطون مزيدا لا يخطر ببالهم، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ تتجافى جنوبهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أعد الله لعباد المؤمنين في الجنة. ومن المزيد النظر إلى وجه الله في الآخرة، هذا من المزيد، كما في الآية الأخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله للجميع للرجال والنساء، هذا النعيم مشترك. فمن أحسن في الدنيا رضي الحسنى وهي الجنة في الآخرة، ومع ذلك الزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة. فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنهم لم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصلى جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا حفظ الوقت
وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله والاستعانة به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه.